صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الفل والياسمين والضحكة البريئة ذي تاع البقوس الوليد ذي مزيان ما شاء الله عليه، بقوس وشعره جميل. بونجور. بونجور. بونجور ريتي، جاوبني حتى بالفرنسي، جاوبني. نهارك زين. نهارك زين. نهارك فل وياسمين ودقلة وبرقدينة وبوكو حليب وحاجة بنينة ولذيذة. شو اسمك انت يا دكتور يا مزيان؟ زكريا الشيحاوي. اسمه زكريا الشيحاوي. زكريا الشيحاوي، قديش عمرك زكريا؟ 5 سنين. عمرك 5 سنين، معناه انا وياك 5 سنوات. نعم ولا؟ نعم. صحيح. وانت زكريا وانت تسكن قدي؟ شويحية. في الشويحية اللي هي تابعة مدينة السبيخة، مدينة الكبيرة ذي الجميلة هكا ولا؟ نعم. وعنا برشا حاجات ريتهم في السبيخة، فما ريت شجرة الزيتون هكا ولا؟ اش تعطينا هي شجرة الزيتون؟ زيتون. تعطينا الزيتون، وك الزيتون هذاك شنو نعملو بيه؟ زيت. صحيت، هي تعطينا زيت يعطينا قوة ونشاط. تاكل انت الزيت؟ نعم. نعم ولا عندك زيتون ولا؟ ومربي حيوانات في البيت؟ لا. ما عندكش حتى حيوان بحذاك؟ نعم. شنو من الحيوانات اللي عندك؟ عندي حتى حيوان. انا مربي بلد وسمكة قرش ومربي نسر. انا انت شو مربي؟ حتى شيء. حتى شيء؟ مش مربي حتى قطة صغيرة؟ عندي برشا قطة. عندك برشا قطط، وتوكل فيهم ولا وتعتني بهم ولا؟ أصدقائي اللي عنده حيوانات في الدار يزم يهزم للطبيب البيطري باش يعمل لهم التلقيح، باهي خطر ساعات يعطيونا أمراض ينتقلوا من الحيوان إلى الإنسان. هذاك علاش كي نتعاملوا مع الحيوان يزمنا نغسلوا يدينا بالصابون، بالماء والصابون. صحي، باش ما تعطيناش تنقل لنا الأمراض نتاعها، باهي. والشرافي. صحيت. واللي عنده بقرة، انت عندك بقرة؟ لا. واللي عنده بقرة اش تعطيه؟ بقرة حالي. صحيت. واللي عنده نحلة اش تعطيه؟ عسل. صحيت. هذوما حيوانات يعطيونا برشا حاجات باهين، فهمتني، اللي يستنفع منهم الانسان هكا ولا؟ نعم. وانت يا دكتور اش تولينا؟ دكتور نتاع شنو؟ اسنان. مغروم بالاسنان انت؟ نعم. هاي بيه، انت باش تطلع لنا دكتور نتاع اسنان. وعندك خواتك ولا؟ لا. انت كان انت مالا دلول انت؟ متدلل شوي انت؟ وتبش تلعب ماتش كوره ولا ما تلعبش انت؟ نعم. وين تلعب ماتش الكوره؟ في الدار. صح عليك. هاي تقرا لي قران. قراني معزيزة رحماني عليه لتلاوة، نكل تلاوة نحرك وجداني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نختم بأحسن حاجة قالها يعطيه الصحة الشيحاوي، ذاك علاش قولوا له برافو، إن شاء الله مستقبل جميل. وشكرا لأهلنا في السبيخة، وشكرا لأصدقائي الأطفال هنا. نقول لكم إلى اللي دكتور كيدز.